أوه يا مرحبا فيكم صبايا بقناتي أم النور. كيفكم؟ شو الأخبار؟ إذا أول مرة بتشوفيني لايك واشتراك بالقناة حبايبي. اليوم بإذن الله بدي أعمل أكلة حلو. هون حطيت كاستين ونص حليب. حليبي بدكم يا حليب تعزة، حليب معلب، انتو شوفي الموجود عندكم، الجود بالموجود. وهون حطيت كمان ظرف بودينج. هلأ إذا ما بدك مثلا نكهة الفريز، في كذا نكهة، أو إذا ما بدك كمان تحطي نكهات، يعني إذا ما بدك تحطي ظرف بودينج حطي مثلا معلقتين نشا وظرف فانيلا وكمان سكر حسب الرغبة يعني. وبحركن على الغاز منيح لحتى انه تروح التكبتولات اللي عندي. بحركن اول شي على البارد، بعدين بشغل النار تحتهم كرمال يعني ما يجمد معي الحليب انا وعم احرك فيه ويتكبتل، يعني بصير هيك تكبتولات فيه صغيرة. وبحركه، بضل بحركه على النار لحتى يغلي. هلا هون سخن عندي، يعني بلشها لحتى يتماسك، هو ما بيضل كتير على الغاز لانه كمية قليلة حسب الكمية اللي انتو بتكون اياها. هون كملت انه هيك عم حركت هون بسرعة حتى ما يلزقوا معي بالسفل. خليتهم هيك تقريبا شي دقيقة على الغاز ان انا عم يغلو، وبعد هيك قمتهم كرمال ما يسمك معي، انا ما بدي اياه كتير كتير يجمد. وما بدي اياه ينشف معي هيك. بعدين قمتهم من على الغاز وفضيتهم بقلب زبدية. هون بعد ما فضيتهم بقلب الزبدية خليهم لشوي لحتى يبردوا، من هون لكمل الوصفة تبعي. يا حذركم شو عم بعمل، اكتبوا لي صعب بالتعليقات، نسيت لكم اول شيء. بعد ما يعني حطيتهم هيك بتحطهم على جنب لحتى يبردوا. جهزت عندي كوب من الحليب دافي، ما دافي ما في مشكلة. بغطس البسكوت وبصفه صف، يعني كل وحدة واختها بجنب بعض بصفون لحتى تخلص معي اول طبقة. هون بيكون عندي البودينج عم يبرد شوي شوي. هلا انا وقت حطيته كان فاتر، تمام حطيته كان فاتر، يعني ما في اي مشكلة حتى لو كان بارد، بس ما يكون بارد بارد، يعني خلص انه يكون تقريبا على الدفع. يعني هون عبيت كلها، يعني عبيتها بسكوت. بعد ما عبيتها بسكوت حطيت طبقة من البودينج يلي ساويته، يعني حطيت هيك، يعني بدي ساوي انا طبقات، بحط طبقة بسكوت بطبقة بودينج، طبقة بسكوت وطبقة بودينج هيك لحتى يخلص عندي الخليط بالكامل. يعني
خلصتهم كلياتهم، بعدين حطيتهم بقلب البراد. بعد ما حطيتهم بقلب البراد جبت معي كاسة حليب فضيتها، وحطيت فوقها ظرف، حطيت فوق ظرف الكريمة، وبعدين خلطتهم على ايدي. هلا اللي عندها خلاط انه تساوي عليه، اما يلي ما عندها على ايدها. هلا انا كان عندي بسبايز يعني صراحة. المهم خلطتهم هيك، خلطتهم على السريع. طبعا هذا الفيديو بسرعة يعني مو على السريع، سريع. ايه خلطتهم منيح 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 لحتى جمد معي. هو طبعا يعني بحطهم وقت حطهم بالثلاجة بيجمد معي اكتر. ايه عفوا بالبراد بيجمد معي اكتر. شوف شلون هيك جمد معي وصار ما احلى، وعين الله علي على قول امي. ايه وبعد ما هيك بدي هلا اول شي جيبهم البراد وشوف هلا معي شو بدنا نساوي. ايه بجيبها من براد بجهزهم كرمال حط فوق الكريمة. هلا الكريمة يعني اختيارية، اذا بدكم ما تحطوها ما بتحطوها، بس انا يعني بحبها هيك يعني شلون بحسها مثل الكيك بحسها. ايه واحيانا اذا كان عندي فواكه بحط بقلبها، يعني بحط مع البودينج، وقت حط البودينج بحط طبقة فواكه وبعدين بحط البسكوت اذا بتحبوا يعني. يعني فواكه اللي بدكم اياه اختيارية. ايه وكمان حتى على الوش احيانا بحط اذا كان عندي، بس ما كان متوفر عندي مع الاسف. انا اكتر شي بحط يعني بحب حط بقلب الاكلات الحلو الكيوي الفريز والموز، هدول اكتر شي بحبهم يعني. يعني ما بحب زيادة حط التفاح والبردقان والهيك، ما بحب زيادة انا هيك فضي. ايه بحطهم الكريمة اللي ساويت. ايه بعد ما حط الكريمة هيك كلياتها بخليها انه هيك تصير على مستوى واحد. يعني انا جبت هاي كرمال هيك تعطيني زيكزاك، بس لان حطيت انا فوقها كاكاو. طبعا اختيارية كمان كاكاو، في ناس اذا بتحبوا حطوا جوز الهند، حطوا مثلا فستق حلبي، شو بيكون لوز مبروش، يعني اللي بتحبوه. كمان مكسرات بشكل عام طيبة، بس انا هذا المتوفر عندي. انتو شو بتحبوا حطوا. فانا هيك زينتها وهذا كان الشكل النهائي. اقسمها لكم اياها وفرجيكم قلبها. واذا حبيتوا الوصفة لايك واشتراك بالقناة، اكتبوا لي كومنت حلو مثلكم. اذا حبيتوني لا تنسوني اذا حبيت الوصفة اكتبوا لي بالتعليقات اذا جربتوها باذن الله. وشو كمان، وهلا فرجيكم قلبها شلون كان، وهيك تحسوها مثل شلون مثل الجاتو. انا على طول بساويها كتير طيبة وخفيفة كمان على المعدة بعد الافطار، يعني كتير كتير خفيفة مع مثلا فنجان قهوة، عصير، كاسة عصير، كتير لذيذة لذيذة بشكل مو طبيعي. يعني بتحبوها، وحتى يعني كتيرة الاغراض متوفرة بالبيوت. مثل ما قلت لكم اذا بدكم ما بتحطوا كريمة لا تحطوا، يعني ما في مشكلة. وهذا كان قلبها، شوف شلون هيك طبقات. هلا بفرجيكم كتير، يعني بتحسوها مثل الجاتو ابدا، مثل الكيك، يعني كتير كتير لذيذة. حتى كتير بحبوها اولادي. اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك بالقناة، وبترككم بامان الله.